الفن الصعيدي مميز جدا في الموال، ايه السبب؟ هو دايما الموال قريب قوي من الطبقات الشعبيه، يعني حتى ايه في الغيط كان ناس كتير قوي يعزفوا على الغاويين، الناي او السلاميه او الكوله، وليه كان ليه كذا مسمى تمام، لان هم كذا حاجه يعني. في الارغول اللي هم الاثنين جنب بعض ده اسمه ارغول، ارغول دي الكوله. في دي بقى الناي، الكوله الناي ده افرنجي شويه، بس هو كله غاب. وسبحان الله احنا طبعا كلنا قريبين من ده، بيشدنا الناي ليه او العود ليه؟ لانه ده من الطين، من نفس المخلوق، من نفس فهتلاقيه بيبقى قريب مننا. فهم كان دايما يبقوا في بالليل، حتى هم قاعدين على قصاد قدام بيت كده، قدام الترعه وعلى الغيطان. وبعدين كل حاجه في الناس دي بيبقى ليها حساب في الكلام، في المعنى. صح. يعني حتى المؤلف لما بيجي يكتب في موضوع بيجيبه من قلب المجتمع، من حياتهم اللي هم عايشينها وقيامهم، ما بيجيبوش من بره. لا بقى من اللي احنا عايشينه. صح. يعني عارف اخر حاجه كان كتبها لي الاستاذ امل الطاير. الاستاذ امل الطاير ده حاجه عظيم. وكمان يعني كان عامل حاجه اسمها غريب قوي، اسمها سوق البشر. سوق البشر. وكان ساعتها كانت بيقولوا عليها المراه الحديديه، كانت استاذه نعيمه رئيسه المستشفى الفنيه. تمام. فاعترضوا على الاسم، يعني حاجه اسمها سوق البشر رمزيه. لكن لما شافوا الموضوع لما فكروا بقى سوق البشر يعني مثلا لكن لما شافوا الموضوع جوه هو بيتكلم في ايه، اصبح كل حاجه في موال سوق البشر ده بينطبق دلوقتي على